اسمي الدكتور تيسير أبو نعمة، تخرجت من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1970 بتقدير ممتاز، ثم توجهت بعدها للتخصص في الولايات المتحدة الأمريكية في الجراحة وجراحة الأوعية الدموية، حيث حصلت على البورد الأمريكي في الجراحة عام 1977، وكذلك زمالة جراحة الأوعية الدموية. بعدها عملت أستاذ مشارك ورئيس وحدة الجراحة في كلية الطب جامعة الكويت حتى 1990، تلا ذلك رئيس قسم الجراحة في المستشفى الإسلامي في عمان لغاية 1996، وبعدها عملت ولازلت أعمل في مستشفى الأردن، أقوم بإجراء عمليات جراحة الأوردة والشرايين بالإضافة إلى عمليات البطن خاصة سرطانات البطن، كذلك في الرقبة عمليات الغدة الدرقية، الجوار الدرقية، وسرطانات الرقبة.